حد خد البرانس دي يا جدعان ولا شاني ولا ايه ده؟ ده في ميل يا مهاب يا معتز يا بسان يا محسن. في جواب. جواب ليه؟ نعم استغرب. لا طبعا هيقول ان انتوا الاثنين هتروحوا معانا بكره. عمر ومعتز عليكم ان تتحضروا صباح يوم غد للذهاب مع منافسيكم لمشاهدتهم عن قرب في التحدي الثاني، ولكم جائزه قيمه ماديه. ماديه؟ لا 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 هي بس هنزل نشوف التحدي الثاني بس. وقت العنب معاك مكتوب وقت العنب. مفيش يا عم لا هتستقر انا. ما هي خلصت على كده استقر انا. هنروح احنا الاثنين نقرا ال انا مش عايز اتفرج على منافسين. مبروك عليكم يا ولاد هتستمتعوا طبعا. استمتع ايه يا عم؟ انا خلاص خير انا هخش انام بقى. وشفت النفوس ماديه. عشر ثواني اروح فين احملهم فيه. لا صدق ما سمعتش حاجه ماديه. ما كملتيش 10 ثواني. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير يا مسعود. محتوى الرسالة كان عمر قراه وقال ان انا وهو لازم نحضر التحدي التاني مع بقية المشتركين نتفرج عليهم ونشجعهم في نفس الوقت. بسنتيتا يلا يلا صباح الخير يلا يلا نخش عشان بسنتيتا يلا يا عم بقى بسنتيتا هديلك بصدرك المتعور بسنت. الله نصبح حواليك. شايف البتاع دي؟ ايه؟ شايف دوت؟ ما هو مفروض ده الدفة غالبا يعني بتاعة المركب اللي هي بتحودها يمين وشمال بس هي فعلا زي جناح الطيارة بالظبط. بس اوري لك حاجة بقى لذيذة. شايف هنا الكروس سكشن ده؟ اللي هو الـ 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 يعني الجزء دوت كده ده عامل زي جناح الطياره بالظبط. احنا جينا هنا انا ومعتز كانت جالنا رساله امبارح ان احنا هنيجي مع زمايلنا نتفرج عليهم وهما بيعملوا التحدي فهما بقى بيجهزوهم كده. كنا احنا بنلف في اللوكيشن نفسه. اللوكيشن شبه حاجه تبع البحريه. لوكيشن رهيب بصراحه انا ما شفتش حاجه في حياتي زي كده. كلها بقى حاجات السفن الكبيره والعملاقه. انا ماليش في السفن قوي يعني انا هندسه طيران بس فجاه لقينا اللي هي الدفه بتاعه السفينه الكبيره عامله بالظبط زي جناح الطياره. فقعدت بقى كنت انا ومعتز يعني بنتمشى فقعدت بقى اشرح له عليها شويه قلت اما اتنطط عليه بقى شويه معلومات طيران يعني. بس ومشينا بقى تفقدنا بقيه اللوكيشن كله. لا رهيب رهيب يعني بصراحه مكان روعه. وبقى في السلاسل بقى الكبيره بتاعه السفن والحاجات اللي المفروض السفن بتتربط منها والكونتينرز بتاعه اعتقد الجاز يعني بتاعتهم. فلا لوكيشن نال اعجابنا جدا. المواسير دي بقى الشكمان بتاع السفينة. على الطرش بيرو بيرو. بص فرق كبير قوي لما تبقى واقف بتتفرج ولما تكون انت واقف وسط الناس. اللوكيشن جميل جدا منظره يعني انا واقف انا في المكان اللي كانوا بيصوروا فيه دلوقتي التحدي تاني. حاسس ان مصنع بس مصنع مهجور مكان تحس ان هو مكان مهجور فعلا. مهاب بسنت ومحسن زي ما انتوا عارفين انتوا قدام تاني تحدي في الحلقة اللي قبل الأخيرة من فير فاكتور اكستريم أرض الخوف. الضغط بقى قوي عليكم والمنافسة كمان بقت أقوى. واحد منكم بس هو اللي هينضم لمعتز وعمر بعد ما يخلص التحدي ده. اللي قدامكم ده صندوق المفروض ان انتوا هتناموا جواه وإيديكم متكلبشين بالكلبشات دي. في الصندوق في 4 مفاتيح لكن الكلبشات دي بيتفتحوا بمفتاح واحد بس. في فتحة في الصندوق مفروض اول ما بتفتحوا ايديكم تطلعوها برا عشان الوقت يقف.
خلينا دلوقتي على طول نبدأ مع أول واحد من المشتركين. اتفضل يا مهاب. أنا كنت متوقع إن هيبقى حاجة تتاكل بالبق زي كل مرة يعني، أو معظم التحديات في التحدي التاني بيبقى حاجات لازم الواحد ياكلها ببقه يعني، أو ينقلها ببقه. قول لي بقى، بما انك انت اللي عارف التوابيت دي، تتوقع ايه؟ اتوقع انا مش عارف افكر من الفلان بصراحه. لا هو التوقع بالنسبه لي ما اقدرش اقول مثلا زي المره اللي فاتت وهيبقوا نايمين اكيد في التوابيت، بس لا ما اقدرش اقول هادي المره دي. انا كنت متوقع هادي لان كنت عارف هيعرف يعمل ايه في اللحظة. هو ايه اصلا التحدي؟ افرض المفتاح ورا، اجيبه ازاي؟ اتصرف. بص بك لله يا شيخ، خلي بالك من الفار اللي في النص ده عشان ده اخطر فار. بص بك لله يا شيخ، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اقفل بقك، اقفل بقك. بك لله يا شيخ. بص بص بص، الفار بيقرأت في ضفره. 2 1 جو يا مهاب. مهاب دخل ايدك. بقولك في فار دخل جوه الشورت. خلاص براحته بقى. خلاص يا ماما، ما تضيعش وقت في ده، شوف التاني. لا 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 ده خلاص خلاص. اول ما شوفنا التحدي انا عندي مشكله مع الفيران يعني، بقرف منها، بكرهها فعلا. مش يعني مش بخاف قد ما بقرف من التلامس معاها. فلقيت حوالي 200 فار او اعتقد 300 فار في حاجه زي التابوت كده، فما صدقتش يعني. قلت فعلا الحمد لله جدا الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا. خلاص جرب واحد تاني، جرب واحد تاني. مفيش غيره. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا. فمهاب دخل نام، فجأة راحوا جايبين جردل وراحوا صابين على نصه الأولاني فران. المنظر انا بصراحه كتمت نفسي يعني، انا ما كنتش قادر استحمل يعني، ما كنتش اعرف يعني سبحان الله يعني كنت هعمل ايه لو انا في الموقف دوت يعني. والتابوت ضيق قوي، بس هو الحمد لله يعني تغاضى عن الفران كلها وقعد بقى يدور على المفاتيح. الحظ ما وفقوش يعني، ربنا ما وفقوش في ان هو يلاقي المفتاح على طول، قعد يجرب كذا مره. عاده بنقول ladies first، بس المره دي خلي محسن هو اللي يبدا. كتر ما هو على الشارع. مش نايمين دول ولا ايه؟ مظهرينهم بالليل على وشك. 2 1 جو. يا نهار اسود. طب افرض انا كنت موجود وانا بقى. طب بص، هو العرض انا كنت هبقى لازق. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله. انت كنت هتبقى لازق وانا كنت هبقى عامل ازاي؟ الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله. يا خبر ايه ده كمان؟ يفتح واحد ولا الاثنين؟ لا ما هو مفتاح واحد اللي بيفتح الكلبشه. الكلبشه غبي. لا ليه؟ ممكن يكون هو نفس المفتاح بس هو متوتر. إيه؟ لا ما هو بيجرب بالراحه عشان لما يعرف يرميه. ممكن لا كان برضو يجمع، يخليه جنب. اه يا حبيبي يا حبيبي. سي لافي. لا لا الحمد لله، توفيق ربنا. ماشي لبت اللذين. المفروض تجيبي وقت احسن من اللي محسن جابه، ومحسن كان حظه كويس جدا لانه من اول مفتاح قدر يفتح الكلبشات. حظ. اتفضل يا فسان. يا
ترى بس انت هتعمل ايه بقى؟ بس انت قليله برضو في التابوت. هي وحظها لو هتقدر تجيب الاربع مفاتيح، بس لو حظها برضو جه في المفتاح في اول مفتاح بسرعه يبقى كده هي اللي تكسب. ما جاش في اول مفتاح جه في تاني مفتاح ممكن تكسب، بس لو بسرعه، لان هي اخف من محسن وعندها مرونه اكتر. لكن لو دخلت على تالت مفتاح اعتقد يبقى الامل ضعيف. ده لو هي جابت مفتاحين بسرعه بسرعه محسن لما جاب مفتاح واحد اعتقد هي يعني هو مهبس عشان لياقته فكان بيجيبهم بسرعه. وبس انت عندها لياقه. محسن ضخم شويه فبالنسبه له الموضوع صعب، كان هيبقى اصعب عليا وعليك، كان هيبقى اصعب جدا جدا. غط وشك. جو يا فسان، ما تطلعيش دماغك بره، دخلي دماغك جوه، ما ينفعش كده. حاضر حاضر حاضر. بالراحه. ما دول فاضيين. فسان دماغك جوه. حاضر والله. انا اعمل ايه؟ طيب انا جسمي صغير. دخلي دماغك جوه والا هتاخدي بانلتي. يس يس. بالراحه بالراحه. بتقف ليه؟ مبروك يا بوز. بوز دخلت بسنت ابهرتنا بصراحه كلنا، عشان هي حجمها صغير فكانت حركتها اسهل. قعدت تتحرك، راحت جابت اول مفتاح بسرعه قوي، وسبحان الله اول مفتاح هو اللي فتح معاها على طول، فحققت رقم قياسي فعلا. يعني ما كناش متخيلين خالص كده. يعني احنا انا ومعتز كنا قاعدين خلاص اكيد يعني بس انت برضو هتقعد تجرب زي مهاب. يعني هي مش سهله خالص، فخلاص يعني محسن هو اللي كسبان. القوانين كانت واضحه وقلت لك كذا مره ما تطلعيش دماغك بره الباص. لا لا، الصندوق قصير عليها، هي قصيره. الصندوق قصير. طلعت هي جسمها قصير اكتر من مره، وعشان كده هتاخدي بانلتي 15 ثانيه فوق الوقت اللي انت عملتيه. 15 سكندز. لا بجد حرام، حياة ربنا. طب الصندوق كان صغير، انا اعمل ايه يعني؟ انا كنت وسطي كله كان يجي. ممكن تفردي نفسك اكتر، كان ممكن كان في مليون حل ممكن تعمليه، وحذرتك اكتر من مرة. اعتقد ان هي كده كده اصعب من محسن في الوقت ب 20 ثانية، فاعتقد مهما كان البنالتي ممكن هي اللي تكسب. هنشوف الله اعلم. الوقت كده قريب، لو في حاجة زي كده يبقى الوقت قريب ما بينهم وما بين محسن. مهاب مش محتاجني اقول لك، قعدت 6 دقايق و26 ثانية، وده يخليك تبقى معانا في التحدي الثالث. بسنت وقتك الاساسي 57 ثانية، مع ال 15 ثانية اللي اخدتيهم بسبب البانلتي لان انت طلعتي راسك بره وحذرتك اكتر من مرة، بقى وقتك دقيقة واتناشر ثانية. ثانية قالت لي ان انا عشان راسي طلعت فهتديني 15 ثانية بنالتي. ساعتها انا صراحة اتضايقت قوي، لان انا كنت عارفة ان التايمينج بتاعي احسن من محسن اوريجينلي، بس كنت 15 ثانية كتير قوي. ويوجولي اتس البنالتي بقى 5 أو 10 ثواني، 15 ثانية حسيت ان هو كتير قوي، وحسيت ان هو انفير لان انا ما كنتش بستعبط، انا كان راسي غصب عني بتطلع بره البتاع، وما كانش الموضوع اسهل لما راسي تطلع يعني. محسن كنت الاكثر حظا ما بينهم، ولقيت المفتاح بسرعة جدا، ووقتك كان دقيقة أو 29 ثانية. فسنت انت بأمان، محسن انت هنشوفك في التحدي التالت. قولي ايه اللي حصل؟ ايه حكاية البنالت دي؟ انا عشان دماغي طلعتها فهم حسبوا لي بنالت 15 ثانية. يا 15 ثانية. شرحت لهم ايه اللي حصل وكده، وهم يعني هم كانوا شايفين ان انا كنت اسرع من محسن عشان هو خد وقت قبل ما يجيب المفاتيح، بس لما عرفوا ان هي 15 ثانيه هما كمان اتخضوا، لان يوجو يعني كبيره قوي الفرق، البنالتي كتير قوي، بس متهيألي ان هما فرحانين لي يعني. يعني I don't think ان هما they expected ان انا اعملها، يمكن عشان بنته بتقرف وكده، بس متهيأليش ان هما يعني احنا خلاص احنا في عشره بينا، فمتهيأليش ان هما يزعلوا مثلا ان انا كسبت يعني. انت ما لعبتش ليه طيب؟ انت
صعب. ليه طيب؟ انا زي ما قلت له. لا بجد انا اكسكلوسيف جبان وصراصير لكن فريم صعب طبعا كالعاده. ارض الخوف ما بتسيبناش في حالنا. فانا واقف انا ومعتز كنا بنجيب حاجه ناكلها لقمه ناكلها. فجاه لقيت ناتشو. ناتشو ده اللي هو يعني السبيشاليست للحاجات اللي فيها حيوانات وحشرات وكده. ففجاه جاي فاحنا نعرفه فبنسلم عليه عادي. فجاي بيسلم عليا فانا ما اطمنتش عشان هو ايه يعني هو ما بيجيش دايما يسلم. احنا بس لو شوف له بعض بنسلم وخلاص. فلقيته جاي بيسلم وكده وفجاه راح مطلع لي نفس الفار اللي طلع لي في السكري بوكس. هتقولوا لي هامستر؟ انا ما بفرقش يعني انا كل ما الحجم بيصغر كل ما بقرف اكتر. خلي معاك وحياه امك ما تعصبنيش عليك. امسكوا يا ابني منه امسكوا منه. بس كيوت جود بوي جود. نو نو يو نو يا حبيبي انت ما تدهلوش. موزه اسمع كلامي. هخنقه موزه. ماشي ماشي اسمع كلامي يا موزه. يا حبيبي هتغاب انا مصري. موزه اسمع الكلام. خلاص 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 وديه بقى يا عم المطرح مكان ما جابوه. ايه القرف ده؟ بس بس بوجهكم انا ما بعرفش امسكهم.